مبادرة حياة كريمة قدرت إنها تعمل نقلة كبيرة ونقلة حقيقية في القرى، خصوصا في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا. عشان كده لقينا دراسات وأبحاث كتيرة اتعملت عن المبادرة اللي وصفوها بأنها أيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. صعوبة هذه المبادرة منا تكمن في إيه؟ تكمن في إنه كان في عشوائية أو ما فيش تخطيط في القرى، وإحنا عارفين حاجة زي دي. كل حد كان بياخد عنده إيراد أرض، بياخد نص هذا الإيراد يبني عليه والباقي يكملوا يزرعوا أو كده، فكان في عشوائيه، ما كانش في تخطيط في القرى خالص. فانك تدخل في شوارع وحواري ضيقه والمباني والبيوت متلاصقه ببعضها، انك تدخل وتنفذ كل هذه المشروعات في هذه القرى، فبكل تاكيد نقدر نقول ان حياه كريمه مبادره تنمويه شامله بتشتغل على توفير حياه كريمه مستدامه للمواطنين، وكمان بتعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي وتحسين مستوى معيشه اهالينا في القرى. حياة كريمة، المشروع التنموي الأكبر الذي تتبناه الدولة المصرية لتغيير واقع حياة 60 مليون مصري وتطوير القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة. دراسات وأبحاث عديدة أظهرت مدى أهمية المبادرة بعدما تم وصفها بالأيقونة المصرية للجمهورية الجديدة، كما أنها بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر. منذ انطلاق المبادرة، وكان الهدف هو التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، وذلك بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي للأسر المستهدفة، مع تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم والاستثمار في تنمية الإنسان. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت المبادرة تحقيق حزمة كبيرة من الإنجازات على أرض الواقع أسهمت في تطوير حياة ملايين الناس داخل القرى، فضلاً عن سير المشروعات في سباق مع الزمن أسرع من المعدل المتوقع لها. ولا تزال إنجازات حياة كريمة مستمرة، ولا يزال المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 يحقق معدلاته الناجحة لخدمة الملايين من المصريين في جميع المحافظات، حتى يعيشوا في أمن واطمئنان واستقرار في كل مناحي الحياة.